كلمة في بلاده الكل يذكرها ويقول نحن أولاد الشيخ سعيد. لكن هذه الكلمة أرجو أنها تنقال في المكان الصح في الزمان الصح وللعمل الصح. شكرا يا شعب زايد بنا عزبة واصرار ما ننقصر يوم المواقف خطيرة. لبيك يا محمد لبيك ابو خالد ولبى صوتك لا تشغبك للشر ولا الايام ارتاح وتنومس وقند راسك خذنا محزم ما يرتخي الحزام نطرب على الفجعة ورب الكعبة ينتابنا يوم الوطي سغرام.